الله أكبر الله أكبر، وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله، تخليها مثنى في الأذان وفي الإقامة مرة، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله مرة في الأذان، مرتين في الأذان مثنى، والإقامة مرة. وإن كان طبعا في مذاهب كالمالكية أو الأحناف عندهم الأذان والإقامة سواء مثنى مثنى، يعني عندهم إقامة الأحناف كالأذان سواء بسواء. لو صليت في مذهب أحناف في مسجد أحناف، أظن معنا هنا راشد حنفي، الأحناف عندهم مش كده برضو، عندهم الأذان كالإقامة مثنى مثنى، ولم يأخذوا برواية أبي محذورة اللي هو قال إن هي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثني الأذان وأفرد الإقامة، لم يأخذوا برواية أبي محذورة، وقالوا إن هي مثنى مثنى سواء بسواء. الأمر على الساعة على أي حال، يعني لما تنظر في الأدلة كلها تجد إن اللي يقيم على صورة الأذان صحيح، واللي يقيم على صورة الإقامة المشهورة اللي هي فرادة صحيح. وذلك لخبر الصحيحين أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أي معظم الأذان، لكن خرجنا قد قامت الصلاة بس في الإقامة نكررها مرتين، تقول فيها قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، تكررها مرتين، أي معظم الأذان. لما قال لك إيه وألفاظه اثنان اثنان في معظم الأذان ليخرج التوحيد آخره، عشان آخر الأذان بتقول لا إله إلا الله مرة واحدة مش كده برضو، فأخرجها. ومعظم الإقامة برضو قال لك إن هي فرادة معظم الإقامة عشان يخرج قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة فيها مثنى، والتكبير أولها برضو فيه مثنى مرتين يعني، وآخرها وكلمة الإقامة. والحكمة في ذلك أن المقصود من الأذان الإعلام للغائبين، والتكرير أبلغ في إعلامه. يبقى التكرير في الأذان مشروع لأنه المقصود من الأذان هو إعلام الناس، وإعلام الناس التكرير فيه مطلوب علشان من لم يسمع الأولى يسمع الثاني، وعلشان كده يسن في الأذان أن يترسل فيه، يترسل فيه يعني بالراحة كده، إيه يسموه الاسترسال في الأذان، يدي فرصة إنه يبلع ريقه بين كل جملة وجملة، وإنه غيره يكرر ما قال، وإنه ناس تانية تقبل تكون كانت بعيدة تكون قربت على مدى الصوت، يوم ما يكرر تاني تسمع تاني، إنما ما يقولوش ورا بعضه كده، يقوم يخلي الناس تنهج وراه. ليه؟ لأن الاسترسال سنة. إنما الإقامة الغرض منها استنهاض الحاضر بقى، فمش محتاج أطول فيها، ما هو الناس قاعدة عايزة تقوم، فأما أقولها فرادة فرادة يبقى إيه أسهل. ليه؟ لأنه ده استنهاض الإيه اللي حضره خلاص، فمش محتاج إن أنا أطول فيها كتير. والإقامة لاستنهاض الحاضرين فلا حاجة إلى التكرار، ولذلك يسن رفع الصوت في الأذان أعلى من رفعه في الإقامة، وعشان كده الأذان كان قبل الميكروفونات كان بيبقى خارج المسجد، يقف على باب المسجد أو على سطح المسجد أو في المنارة، لأن الأذان للي خارج المسجد، والإقامة تسن داخل المسجد لأن الإقامة لمن استجاب وجاء، فهمت إزاي؟ فالأذان بيرفع صوته ويبقى في الخارج، دلوقتي بنأذن من داخل المسجد لكن إيه الميكروفون خارج المسجد فما يضرش. ليه؟ لان انت خلاص كانك قائم بالسنه بس، لان انت صوتك بقيت بالاله عن طريق الاله نقلته الى خارج المسجد، فمش محتاج تخرج بجسمك. بعض مساجد الجمعيه الشرعيه الى يومنا هذا برضو يخلوا المؤذن يقف بالميكروفون خارج المسجد، مصممين على هذا ما يضرش، ياخد بالك يعمل كده ما يجراش حاجه، لكن اللي يضر اننا نختلف ونبدع بعضنا البعض، هو ده اللي يضر، يوم ايه نفرق المسلمين ونفرق كلمة المسلمين في أمور فرعية سهلة الإسلام يقبلها ويتسع ليه وصدر المسلمين يتسع ليه. يجي مسجد مثلا بيقيم المؤذن بيأذن من جوه الأذان بتاعي يقول له مسجد بدعة، ليه بدعة؟ ما هو حاطط الميكروفون بره، هو الغرض إن الصوت يبقى بره، طب ما هو صوته بره مش الغرض يبقى جسمه بره يعني، فهمت بقى المسألة؟ ولذلك يسن رفع الصوت في الأذان أعلى من رفعه في الإقامة، ويسن الإسراع بالإقامة مع بيان حروفها، فيجمع بين كل كلمتين منها بصوت إلا الكلمة الأخيرة فيفردها بصوت. والترتيل في الأذان يسن الترتيل في الأذان برضه، يعني يقولوا بالراحة كده ويمد الممدود ويغن المغنون، ويعني يقولوا برضه بإلقاء جميل مش بطريقة كده تنفر الناس،
وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن عبد ربه اللي هو رأى رؤية الأذان، قال له علمها بلال فإنه أندى منك صوتا. مش كده برضو؟ كان أولى هو اللي يقولها، لكن سيدنا بلال صوته أحلى. يبقى العبرة إن الأذان كمان يلقى بطريقة كده لا تنفر الناس. والترتيل في الأذان يعني يقولها زي ترتيل كأنه بيقرأ قرآن. شوف أنت القرآن، حروف القرآن تخرجها من مخرجها، الفخم فخم والرقيق رقيق، وصفة الحرف كما هي، والممدود تمده والمغنون تغنه، وهكذا. أدي معنى ترتله. فيفرد كل كلمة من كلماته بصوت إلا التكبير، فيجمع بين كل تكبيرتين بصوت للأمر بذلك، ويسن الترجيع في الأذان. الترجيع اللي هو إيه؟ هو هيقول الله أكبر الله أكبر بصوت عالي، وبعدين ياخد نفسه ويبلع ريقه ويدي فرصة بس للناس تقول وراء، مش زي ما بيعمل معانا أبو وهب أذانه على طول، أول واحد يخلص في المؤطر. لازم يبلع ريقه وياخد نفسه وبعدين يقول الله أكبر الله أكبر ويريح كده، وبعدين يقول في سره صوت يسمعه اللي جنبه، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. كويس؟ يقول كده بصوت يسمعه اللي جنبه، وبعدين يروح قايل بقى بصوت عالي أشهد أن لا إله إلا الله. عشان كده الحكاية دي سموها إيه؟ الترجيع، يعني رجع للي قاله تاني بس بصوت مرتفع قوي. خدت بالك بقى؟ ده اسمه الترجيع في الأذان، وهو سنة عندنا كمعاشر الشافعية، وليس سنة عند الأحناف أيضا. الأحناف لم يقولوا بالترجيع كسنة، لكن قالوا بالترسل، إنه برضو يقولوا بالراحة كده. ويسن الترجيع في الأذان، وهو أن يأتي بالشهادتين مرتين سرا قبل الإتيان بهما جهرا، إشارة إلى أن الدين كان خفيا ثم ظهر. ودي إشارة ظريفة جميل، إن الدين بدأ الأول سري ثم أظهره الله وأعلنه. ويسن التثويب في أذان الصبح، وأذان الصبح يسن فيه التثويب. التثويب اللي هو قولك بعد الحيعلتين في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، ده اسمه التثويب، بتقوله في أذان الصبح، ده اسمه التثويب، يسن التثويب. وهو أن يقول بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين، أي ليقظ للصلاة خير من راحة النوم، وإلا فمعلوم أن الصلاة نفسها خير من النوم نفسه، فيكون إخبار بمعلوم لا فائدة فيه. لكن هو المقصود يعني أن الإنسان لو استيقظ للصلاة خير من أن ينغمس في النوم ولو كان النوم ملح، كأنه بيحث النائم أنه يستيقظ. وأنا قلت لك قبل كده لو قالوا بس هندي للي يجي يصلي الفجر 5 جنيه بس، 5 جنيه، طب بلاش جنيه، هتلاقي الجامع ملقان، صح ولا لا؟ فلكن ربنا سبحانه وتعالى أخفى ثواب الصلاة عشان ما يقلقش أهل الصدق بأهل الغفلة، وإلا ما كنتش هتلاقي يا صادق مكان في المسجد، فهيقلقوك، هتلاقيها بقت غوغائية بقى، كل واقف في الطابور عايز يقبض، مش هتعرف تذكر ربك، يقوم ربنا يهنيك بذكره، يقوم يخبي الثواب عشان يهني الصادقين بذكره، يقوم يخش المسجد كده عليه رايق ما فيهوش إلا الصادقين بس، اللي هم آمنوا بالغيب وعلموا أن ما ينتظره عند الله خير من العاجل. لكن لو كان العاجل ربنا موقف ملايكة على باب الجامع كل واحد داخل يروح مقبضه، مش كده برضه؟ كنت هتلاقي طوابير ما تعرفش، وكل ما تيجي تقلع الحذاء يزقك واحد تروح مكفي على 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 دماغك، ما تعرفش تقلع حتى حذائك. طوابير بقى، ده لو بيوزعوا زيت شوف بيعملوا ايه، ولا يوزعوا سكر، فما بالك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير مما طلعت عليه الشمس، يعني خير من الدنيا كلها. فيعرف حكمة ربك انه اخفى الثواب حتى يعني ايه يهنئ اهل صدقه بعبادته فلا يشغلهم بالغوغاء، والا كان قادر انه يظهره. وكلمات الاذان بالترجيع، 19، وبالتثويب 21، وكلمات الإقامة 11، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ويعيدهم تاني علشان بالترجيع، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. يبقى كده خلصنا إيه؟ 10. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يبقى عد الله أكبر الأولانيين إيه؟ 4. إحنا عديناهم 2، عدهم 4. عشان كده هنراجع الشيخ هو حاسبهم إيه؟ لأن في بعض العلماء عد الله أكبر، الله أكبر دي جملة واحدة. يبقى الشيخ عد الله أكبر لوحدها كلمة، والله أكبر تانية كلمة، فلو عديتهم كده يطلعوا 19. سهلة. وبعدين هنا بيقول وبالتثويب 21، حط بقى في أذان الفجر، حط على 19 2، الصلاة خير من النوم، بقى 21. والإقامة 11، علشان هتبقى فرادة وهتشيل منها الايه التكرار والترجيع، هتشيل منها المكرر والترجيع. إلا التكبير أوله، أي في أوله، وقوله فأربع، أي فهو 4 مرات، يبقى حسب التكبير هنا 4 مرات. في بعض العلماء بتعتبر الله أكبر الله أكبر دي كلمة، كويس، لكن أنا حاسب إن الله أكبر كلمة، الله أكبر كلمة، يبقى 4 تكبيرات. فهمت إزاي؟ فحسبهم بهذه الصورة، أي فهو 4 مرات. وقوله إلا التوحيد آخره، أي كلمة التوحيد في آخره، وقوله فواحد، أي فهو واحد. قوله والإقامة عطف على الأذان، يبقى خلص الأذان وملحقاته، دخل على الإقامة بقى. والإقامة اللي هي السنة الثانية المتعلقة بالصلاة قبلها، الصلاة المفروضة. والإقامة عطف على الأذان، وهي كالأذان في غالب الشروط والسنن كما علمته مما مر، اللي هي يشترط ليها إيه؟ سننها طبعا الطهارة، مش كده برضو؟ لازم يبقى يعني من السنن، لكن لا يشترط إن هو يقيم وهو على وضوء. لو أذن على غير وضوء بل على جنابة أذانه صحيح، ولكن لو أقام حتى على جنابة إقامته صحيحة لكنها أقبح، لأنه هيقيم ويجري يغتسل، يبقى الناس بتصلي وهو بيستحم، ده اسمه كلام بقى، مش كده برضه؟ فالأولى بقى أنه هو في الإقامة يكون أجهز الناس للصلاة، مش يقيم وهو مش من البلد دي، يروح بقى يستحمى والناس واقفة تصلي. لكن لو عمل كده إقامته صحيحة، ما نقولوش الإقامة دي بطل ولا يأثم، لكنه مقصر لتضييعه إيه؟ تكبيرة الإحرام والركعة الأولى أو الثانية، لأنه ممكن يغتسل ويدرك بقى الركعة الأخيرة، يدرك حاجة، ويبقى طبعا متوجه للقبلة، مش كده برضو؟ من قيام مش من قعود، ويوالي بين ألفاظه، اللي هي الحاجات اللي هي معروفة سنن اللي قرأناها احنا كلها في الجلسة السابقة. وهي مصدر أقامة، يعني الإقامة جاء كلمة مصدر من إيه؟ من أقامة، أقام إقامة، فالإقامة مصدر من كلمة أقامة اللي هي فعل أقام، أي لغة يقلل يقال، أي لغة يقال أقام يقيم إقامة، لأن المصدر هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، مثل أجاز يجيز إجازة. قوله ثم سمي بها الذكر المخصوص، الإقامة اتسمى بها الذكر المخصوص اللي كل المسلمين عارفين، أي مسلم تقول له أقم الصلاة عارف هيقول إيه على طول، فيبقى إيه؟ أصبحت بتطلق على ذكر مخصوص معلوم الكلمات، فهو اسم منقول من المصدر إلى الذكر المخصوص، وهذا إشارة لمعناها شرعا، وهو ذكر مخصوص شرع لاستنهاض الحاضرين إلى الصلاة. يبقى تعريف الإقامة إيه الشرعي؟ هي ذكر مخصوص شرع لاستنهاض الحاضرين إلى الصلاة المفروضة. ومعنى قد قامت الصلاة قرب قيامها، وطبعا يسن أو يستحب بغير ورود سنة مسندة إن الإنسان لما يسمع قد قامت الصلاة يقول أقامها الله وأدمها، يقول أقامها الله وأدمها، وكذلك يقول في الصلاة خير من النوم، صدقت وبررت، مش كده برضو؟ صدقت وبررت. قوله لأنه يقيم إلى الصلاة، علة لقوله ثم سمي بها إلى آخره، أي لأنه يقيم الحاضرين إلى الصلاة. وإنما يشرع كل من الأذان والإقامة للمكتوبة، وأما غيرها فينادى لها الصلاة جامعة. وإنما يشرع أي يطلب، أما يقول لك يشرع كذا أي يطلب، أي طلبه الشرع.
وقوله للمكتوبة أي أصالة على الأعيان. يبقى المكتوبة يعني اللي ربنا فرضها، واخد بالك، على الناس، مش اللي انت فرضتها على نفسك. كويس. فخرجت المنظورة وصلاة الجنازة لأنها ليست على الأعيان ولكنها على الكفاية كما مر. وأما غيرها أي من كل نفل تطلب فيه الجماعة، يعني أي صلاة نافلة تطلب فيها الجماعة، زي صلاة التراويح في رمضان، زي صلاة العيد، زي صلاة الكسوف، زي صلاة الاستسقاء، مش دي صلوات بتطلب فيها الجماعة شرعا؟ يبقى يسن فيها أنك أنت تنادي ليها الصلاة جامعة، أي من كل نفل تطلب فيه الجماعة وصلي جماعة بالفعل، وإن نذره بخلاف صلاة الجنازة، يعني ولو نذر صلاة التراويح فصلت في حقه فرضا، لكن برضو لا يناديها بالأذان. فهمت إزاي؟ ولو نذر أن يصلي مثلا صلاة العيد، قال لله علي أن أصلي صلاة العيد هذا العام، فصارت فرضا في حقه، يبقى برضو لا ينادي فيها، لأنه هو الذي فرضها على نفسه، لا ينادي فيها بالأذان يعني. وإن نذره بخلاف صلاة الجنازة فلا ينادي لها إلا إن احتيج إليه. فلكن يقال إيه؟ فيقال الصلاة على من حضر من أموات المسلمين، كما يقع الآن في المساجد يعني. وبخلاف النفل الذي لا تطلب فيه الجماعة كالضحى، ومنه المنذورة إن لم تطلب فيها الجماعة قبل النذر، وعليه يحمل قول المحشي. وكذا المنذورة، فلا ينافي أن المنذورة التي تطلب فيها الجماعة قبل النذر ينادى لها كما علمت. وبخلاف النفل الذي تطلب فيه الجماعة إذا لم يفعل جماعة بالفعل، يعني لو هيصلي التراويح لوحده مش هيقول الصلاة جماعة، ده هيصليها لوحده، هتجمع مين إذا كنت هتصليها لوحده؟ يبقى طالما هتناوي تصلي الصلاة التي شرع فيها الجماعة لكن هتصليها منفرد، يبقى ما تقولش الصلاة جماعة. بخلاف طبعا الأذان والإقامة، احنا قلنا الأذان والإقامة حتى لو هتصلي منفرد تؤذن وتقيم، كويس؟ مش كده برضو في الأذان والإقامة، لكن النداء لغير الصلوات المكتوبة بقولك الصلاة جماعة لا تكون إلا إذا أردت الجماعة. والحاصل أنه تارة يطلب الأذان والإقامة، وذلك في المكتوبة أصالة على الأعيان، إلا ما كان بعد الأولى من صلوات والاها يعني جمعها، وتارة تطلب الإقامة دون الأذان، وذلك في غير الأولى من صلوات والاها. يبقى أحيانا بتطلب الأذان والإقامة، لو هتصلي صلاة فرض الوقت كويس هتأذن وتقيم، طب لو هتجمع صلوات يبقى تطلب الإقامة في الثانية ولا يطلب الأذان في الثانية، هتأذن للظهر وتقيم، صلي الظهر وما تأذنش بقى للعصر اللي هتجمعه، تقيم بقى للعصر، يبقى هنا الإقامة مطلوبة والأذان مش مطلوب في الصلاة الثانية. وتارة تطلب الإقامة دون الأذان، وذلك في غير الأولى من صلوات والاها، وتارة ينادى بأن يقال الصلاة جامعة، وذلك في النفل الذي تطلب فيه الجماعة وفعل جماعة بالفعل، لكن لو هيفعلوا مش جماعة ما يطلبش، ما لا يطلب منه. وتارة لا يطلب شيء من الأمور الثلاثة، لا أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جماعة، وذلك في صلاة الجنازة إلا إن احتيج إلى النداء كما تقدم، وساعتها هيقول الصلاة على من حضر من أموات المسلمين. كويس. وكذا النفل الذي لا تطلب فيه الجماعة لا يطلب فيه النداء أصلا، زي صلاة الضحى ممكن نصليها جماعة لكن هي غير مطلوبة شرعا، لكن تجوز صلاتها جماعة، يبقى ما يقولش الصلاة جماعة. كويس. يبقى أي صلاة لم يشرع فيها الجماعة يجوز صلاتها جماعة، واضح؟ وأي صلاة شرع فيها الجماعة يجوز صلاتها منفرد، دي قاعدة عند الشافعي. يبقى أي صلاة لم يشرع فيها الجماعة يجوز فيها الجماعة، وأي صلاة شرع فيها الجماعة يجوز فيها الانفراد. وأي صلاة لم يشرع فيها الجماعة كصلاة الضحى يجوز أداءها جماعة، لأن النبي حتى أداها جماعة لما زرع عتبان ابن مالك في حديث البخاري، وصلاها وصلى خلفه سيدنا عتبان وابنه واصطفت خلفهم العجوز، مش كده قايل كده؟ وكذا النفل
ولا وتارة لا يطلب شيء من الأمور الثلاثة، وذلك في صلاة الجنازة إلا إن احتاج إلى النداء كما تقدم، وكذا النفل الذي لا تطلب فيه الجماعة أو طلبت فيه لكن فعل فراد. طب والنفل اللي طلبت فيه الجماعة لكن هيفعله فرادة منفرد برضه ما يتقولش الصلاة جماعة. زي صلاة التراويح طلبت فيها الجماعة لكن أنت هتصليها لوحدك، يبقى ما تقولش الصلاة جماعة. فهمت بقى المسألة؟ قوله فينادى لها أي لأجلها، وقول الصلاة جامعة برفع الجزئين، الصلاة جامعة يعني كأنها مبتدأ وخبر، يعني الصلاة جامعة برفع الجزئين على أن الأول مبتدأ والثاني خبر، ونصبهما يجوز نصب الصلاة جامعة ونصبهما على أن الأول منصوب على الإغراء أي الزموا الصلاة أو احضروها، والثاني على الحال أي حال كونها جامعة، وبرفع الأول على أنه مبتدأ خبره محذوف تقديره احضروها الصلاة احضروها، يبقى كأن الصلاة خبر مبتدأ لخبر محذوف، ونصب الثاني تقول الصلاة جامعة الصلاة احضروها حال كونها جامعة. فهمت ازاي؟ يعني يجوز ترفع وتنصب، ويجوز ترفع الاثنين، ويجوز تنصب الاثنين اللي هو جزئي الكلمة الصلاة جامعة، ونصب الثاني على الحال كما مر، وبنصب الأول على أنه منصوب على الإغراء كما مر، ممكن تقول الصلاة جامعة، وترفع الثاني على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره أي هي جامعة. كويس. ويقوم مقام النداء المذكور قولهم في التراويح صلاة القيام أثابكم الله. الوهابية طبعا بيزعلوا من الحاجات، تيجي تقول للناس الصلاة القيام أثابكم الله يقول لك بدعة، لا هم عايزين يقوموا كده كأنهم قايمين لجنازة. طب تقول أي حاجة، لو قلت أي حاجة يقول لك بدعة، مش هم بيعملوا كده في مساجدهم يقوموا كده كأنهم قايمين لجنازة، لكن هو العلماء قايلين أهو. فهمت ازاي؟ يجوز انك انت تقول للناس صلاة القيام أثابكم الله. وهل النداء المذكور بدل عن الأذان والإقامة أو بدل عن الإقامة فقط؟ النداء اللي هو قولك الصلاة جامعة ده هيبقى بدل عن الأذان والإقامة ولا بدل عن الإقامة فقط؟ هي دي السؤال يعني. مشى ابن حجر الهيتمي مشى على الأول أنه بدل عن الأذان والإقامة، فيؤتى به مرتين يقول الصلاة جامعة الصلاة جامعة، المرة الأولى عن الأذان والمرة الثانية عن الإقامة، ده رأي ابن حجر الهيتم. كويس. يعني يكررها مرتين، فيؤتى به مرتين، المرة الأولى بدل عن الأذان تكون عند دخول الوقت لتكون سببا لاجتماع الناس، والمرة الثانية بدل عن الإقامة تكون عند الصلاة. ومشى الرملي على الثاني وهو المشهور ان هي بدل عن الاقامه لانهم مش محتاجين اذان. فهمت ازاي؟ وهو المشهور. ولا يرد عدم طلبه للمنفرد لان المراد انه بدل عنها في الاصل والغالب وليس في ايه في كل الاحوال. يعني كده انتهينا من سنن الصلاه قبل الدخول فيها اللي هو الاذان والاقامه، انتهينا منه الحمد لله. نيجي بقى في سنن الصلاه بعد الدخول فيها. احنا عرفنا اركان الصلاة خلاص، سبق قبل كده درسنا جميع اركان الصلاة. الفرق بين الركن والسنة ان الركن لابد ان تأتي به، فان انتفى في الصلاة بطلت الصلاة، وان نسيته يجب ان تعود اليه ثم تسجد للسهو. انما السنن لا يجب ان تأتي به في الصلاة لكن يستحب وهو اكمل، فان نسيته الصلاة صحيحة ولكن الأجر أقل، ويجبر بعض السنن بالسهو بسجود السهو، سماها الشافعية الأبعاد، وبعض السنن الأخرى لا تجبر لا تحتاج جبران بالسهو وسماها الشافعية هيئات. يبقى الشافعية سموا سنن الصلاة قسموها قسمين، قسم يطلب عند نسيانه أن يجبر بسجود السهو وسموه الأبعاد، وقسم آخر لا يحتاج لجبره بسجود السهو وهذا يسمى عند الشافعية الهيئات. كويس؟ هيبتدي يكلمك فيه. وسننها بعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول والقنوت في الصبح. يقول وسننها أي الصلاة المعهودة شرعا
وهي المكتوبة أصالة على الأعيان، لكن يرد على ذلك القنوت في الوتر، فالأولى جعل الضمير راجعا للصلاة لا بقيد المكتوبة، لأنه لما قال القنوت في الصبح، طب هو مشروع عندنا في الوتر برضه في الايه، في النصف الاخير من رمضان، فكان حقه ما يقولش السنن في ايه، في المكتوبه، لدخول القنوت سنه في الوتر في النصف الاخير من رمضان عند الشافعي، لكن يرد على ذلك القنوت في الوتر، فالاولى جعل الضمير راجعا للصلاه لا بقيد المكتوبه ليشمل ذلك. والمراد بالسنن الجنس ليصح الاخبار عنه بقوله شيئان كما تقدم نظيره. أصل يقول لك السنن، السنن ده جمع، وبعدين يقول شيئا، فهمت ازاي؟ شيئا ده مثنى وسنن جمع، فقال لك أصل المقصود بالسنن هنا جنس السنة، فهمت ازاي؟ مش المقصود بها حاجة مجموعة، ده مقصود الجنس، والجنس مفرد، فهمت؟ فيجوز انك انت تسني بعده. بعد الدخول فيها أي التلبس بها كما مر. شيئان يرد على المصنف كما قاله المنوفي في شرحه أشياء أخر تسن في الصلاة. طبعا المؤلف هنا كان هدفه الاختصار، فالشيخ المنوفي وقيده وأيده الشيخ البيجوري، قال لا ده في حاجات تانية، سنن تانية ما قالهاش المصنف، فلازم نذكرها. ويرد إيه أشياء أخر تسن في الصلاة، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. عندنا الصلاة على النبي في التشهد الأول دون الآل سنة، حتى لو نسيها يسجد للسهو عند الشافعية كده. يعني الشافعية عندهم في التشهد الأول بينتهي إيه؟ بإيه؟ مش بأشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله، لا، ده بعدها تقول اللهم صل على سيدنا محمد، كده خلص تقوم بقى. فهمت ازاي؟ يبقى لازم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول دون الآل، ما تصليش على الآل، لا يسن الصلاه على الآل في التشهد الاول، لكن يسن الصلاه على النبي في التشهد الاول، لانك جبت سيره النبي، فطالما جبت سيره النبي ذكرت اسمه، يبقى ايه؟ يبقى لازم تصلي عليه على طول. مش كده برضه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه سيدنا جبريل وقال له وهو بيرتقي المنبر، قال له ايه؟ بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، قال آمين. مش كده برضو؟ يبقى طالما انت قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، جبت سيرة سيدنا محمد ومحمد، يبقى قول بقى اللهم صل على سيدنا محمد، لأن لا يمكن يذكر اسم محمد إلا تقول اللهم صل على سيدنا محمد. ها؟ لو نسيها يسجد لها لسه. ده عند الشافعية بس. دي حاجة خصوصية للشافعية. تسن في الصلاة، في سنن أشياء أخرى تسن في الصلاة، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وعلى الآل في الأخير. ولو نسي الصلاة على الآل النبي في الأخير يسجد لها برضو لسه في التشهد الأخير. يبقى التشهد الأخير الصلاة على النبي فيه واجبة ركن، فهمت ازاي؟ والتشهد الأول الصلاة على النبي فيه سنة، والصلاة على الآل في التشهد الأخير سنة تجبر بسهو وليست ركن. فهمت بقى الحكاية؟ أمال ليه الإمام الشافعي بيقول يكفيكم يا آل النبي فخرا من لم يصلي عليكم فلا صلاة له؟ مش قايل شعر كده؟ بس أنا بقوله طبعا بالطريقة اللي مش شعر، لكن معناه كده. ليه الإمام الشافعي قال كده؟ ما هو مش ركن، قال فلا صلاة له كاملة، يعني يوم يجبرها بالسهو. يعني يكفيكم يا آل النبي شرفا أنه من لم يصلي عليكم في صلاته فلا صلاة له كاملة، بل يشرع له أن يسجد للسهو قياما بحقكم. فهمت ازاي؟ ده مذهب الشافعية. يعني نقل تقريبا عن الحديث ايه؟ ما هنقول الأدلة بقى. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف نصلي عليك قال قولوا كذا وقولوا كذا. بقية المذاهب كلهم قالوا ان الصلاة على النبي والآل سنة وليست ركنا من أركان الصلاة، بقية المذاهب كلها إلا الشافعي. واضح؟ الشافعي هم اللي فصلوا فيه. واضح المسألة؟ عشان كده احنا بنحب مذهب الشافعية، عشان الحتة دي برضه، الحتة التانية كتير، بس أنا بنحب الحتة دي برضه. ليه؟ لأن أنت لما تصلي على النبي في الصلاة وتظن أنها فرض بتاخد ثواب 70.
لكن لما تصلي على النبي وانت معتقد انها سنة بتاخد ثواب واحد على 70، فيبقى صلاة الشفعي ثوابها أعلى، لأنه عنده فرائض أكتر، وربنا هيدي لك ثواب على قدر اعتقادك. يعني أنا كراجل شافعي بصلي في الصلاة، عندي بسم الله الرحمن الرحيم دي في الفاتحة ركن، فلما بقولها باخد ثواب الركنية، وثواب الركن عالي. لكن اللي بيقولها غيري بياخد ثواب السنة، مش ياخد ثواب الركن. افهم الحكاية ماشية ازاي. واللي بيصلي على النبي في صلاته وهو مش شافعي بياخد ثواب الصلاة على النبي العادي، الشافعي بياخدها صلاة النبي على بفرض، والفرض يسبق السنة بسبعين درجة. فهمت بقى المسألة بقى؟ عشان كده احنا بنحب الشافعية، عشان زودوا لك ثواب الصلاة باجتهادهم يعني، وعندهم أدلة. فهمت؟ زي مش ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الأمر هنا هو الأمر للوجوب، فحملوا الوجوب على الصلاة. الشافعية حملوا الوجوب على الصلاة، يعني الصلاة على النبي داخل الصلاة. فهمت ازاي؟ وعلى السنة خارجها. فهمت ازاي؟ الشافعية فهموا يعني اجتهادهم وصلهم لهذا المعنى، فبلا تعصب يعني ولا حاجة. فاللي عايز يصلي على النبي على اعتقاد انه فرض من مذهب اخر يلا يصلي يعني، والثواب موجود. واخد بالك؟ ربنا فضل واسع. فبيقول هنا ايه؟ كالصلاة على النبي في التشهد الاول وعلى الالف الاخير، والقعود له لكل منهما، يسن كمان القعود لكل منهما. يعني افرض ان انا قريت التشهد، واخد بالك؟ يعني وانا قاعد اقرا التشهد الاوسط سرحان كعادتي بقى، فلقيت نفسي بقرا الفاتحه. مش بتحصل ساعات الواحد ما يبقى تعبان كده وتلاقي نفسك كنت واقف قاعد بتقرا في التشهد، يعني الحكايه متلخبطه. فانت قريت الفاتحه في موضع التشهد الاوسط ورحت واقف، بعد ما وقفت الله ده انا ما قريتش التشهد، خلاص ما ترجعش، لكن تسجد للسهو بالرغم انك قعدت، لان يسن القعود ويسن الصلاه على النبي فيه، يسن حاجتين مش القعود وخلاص. يعني افرض قعدت وقريت الفاتحه نسيانا وقمت، ما تقعدش بقى تاني، خلاص ما ترجعش من الفرض للسنه، لكن يبقى عليك سجود سهو لانك لم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب افرض بقى يعني تشهدت التشهد الاوسط وانت قاعد، وبعدين وانت قايم قلت اللهم صل على سيدنا محمد، تسجد للسهو برضه، لان يسن الصلاه على النبي في التشهد الاوسط حال القعود، مش مجرد انك تقولها وخلاص، لا ده انت تقولها وانت قاعد، مش تقولها وانت واقف، مش تقول ما انا قلتها بقى وانا واقف خلاص. فهمت بقى؟ يبقى يسن التشهد والقعود فيه، والصلاة على النبي والقعود فيه. فهمت بقى؟ مش تقولها وانت واقف، يعني قريت التشهد قريت الفاتحة وانت قاعد نسيانا، فتقول طب ما اجيب بقى التشهد بقى وانا واقف وبعدين اقرا الفاتحة، عشان يبقى ايه؟ يبقى التشهد جه وخلاص في الصلاة. لا، حتى لو قلته وانت واقف ما ينفعش برضه، لانه لازم تبقى قاعد. فهمت بقى المسألة؟ فبيقول لك هنا والقعود لكل منهما، يعني للتشهد وللصلاة على النبي فيه، والصلاة عليه في القنوت، والقنوت كمان قنوت الصبح، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، تختمه بالصلاة على النبي. لو ما ختمتوش بالصلاة على النبي يا شافعي هتسجد للسهو برضه كأنك لسه ما قنتش. يبقى لازم بعد ما تخلص القنوت بتاع صلاة الصبح تقول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، كده برأت ذمتك، مش محتاج بقى تسجد للسهو. لكن لو قلت دعاء القنوت كالمعتاد وما صليتش على النبي، عند الشافعية لسه ما كملش القنوت، يبقى برضه تسجد لسه. خدت بالك الحتت دي؟ الأصل دي مميزات لمذهب الشافعي، فلازم تاخد بالك انت بتدرس مذهب الشافعي تهتم بالحتت اللي هما يعني ايه، يعني صارت ميزة لهم، يعني امتازوا بهم عن غيرهم، يعني صارت علامة في مذهبي، عشان تعرف تميز ده شافعي ولا مش شافعي، ده شافعي أصيل ولا مش شافعي أصيل. يعني تصلي ورا امام تعرف على طول ده امام شافعي اصيل، تلاقيه يقنط ويصلي على النبي فيه. فهمت ازاي؟ على طول تعرف ان ده شافعي، ما تفوتوش بسم الله الرحمن الرحيم في البسمله ابدا جهرا وسرا، يبقى ده راجل شافعي. يعني على طول بقى يعني بانوا على طول الشافعيه في صلواته. وعشان كده بيقول لك
والصلاة عليه في القنوت، والصلاة على النبي فين؟ في القنوت، والقيام لها، والقيام للقنوت. يعني افرض انك انت قلت سمع الله لمن حمده في الركعة الثانية من صلاة الصبح، وبعدين قلت الله أكبر سجدت، قلت يا ده أنا نسيت القنوت، فقلت وأنت ساجد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، وقلت دعاء القنوت وأنت ساجد برضه هتسجد للسهو، لأن دعاء القنوت لازم يتقال وأنت قائم ومن جهر. فهمت إزاي؟ فمش تقول بقى بالمرة أجيبه وأنا ساجد، ما هو دعاء والدعاء مستجاب وأنا ساجد أو مطلوب. فهمت بقى المسألة؟ والصلاة علي في القنوت والقيام لها. وبالجملة فالأبعاد 20. الأبعاد بقى، الأبعاد دي خلاها 20، احنا كنا بنتعلمها 4 وخلاص يعني، بس هو فصصها لك. الأبعاد اللي هي تجبر بالسهو، الأبعاد من السنن اللي هي تجبر بسجود السهو، خلهم لك 20 هنا يعني، فصصهم لك خالص علشان ايه؟ يعلمك يعني. التشهد الأول والقعود له، عد معايا كده، التشهد الأول والقعود له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، والقعود لها، والصلاة على الآل بعد الأخير، والقعود لها، والقنوت، والقيام له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، والقيام لها، والصلاة على الآل، والقيام لها. ده كل ده ايه؟ في القنوت، والصلاة على الصحب، والقيام لها، والسلام على النبي والقيام له، والسلام على الآل والقيام له، والسلام على الصحب والقيام له. ويمكن أن يقال أراد بالتشهد الأول ما يشمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، واستغنى بهما عن القعود لهما لأنه تابع لهما، فهذه 4 أبعاد. وأراد بالقنوت ما يشمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه والسلام على كل، واستغنى بها على قياماتها لأنها تابعة لها، فهذه 14 تضم للأربعة السابقة، يكون المجموع 18، ويبقى عليه 2 وهما الصلاة على الآل بعد التشهد الأخير والقعود لها، فالجملة 20 بعضا، ومعظمها يؤخذ من كلامه بالوجه المذكور. وإنما سميت هذه السنن أبعاضا لأنها لما طلب جبرها بالسجود أشبهت الأبعاد الحقيقية التي هي الأركان، وكلها يجبر تركها أو ترك شيء منها بالسجود. وكيف يتصور السجود لترك الصلاة على الآل مع أنه إن تركها عمدا وسلم فاتت، وإن تركها سهوا وتذكرها ولو بعد السلام وقبل طول الفصل يأتي بها ولا سجود؟ ويتصور السجود لترك إمامه لها، فإذا أخبره بعد سلام بأنه تركها أو كتب له أني تركتها أو سمعه يقول اللهم صل على محمد السلام عليكم، سجد للسهو لجبر الخلل الذي تطرق إلى صلاته من صلاة إمامه. يبقى يتصور السجود لترك الصلاة على الآل مع أنه إن تركها عمدا وسلم فاتت، وإن تركها سهوا وتذكرها ولو بعد السلام وقبل طول الفصل يأتي بها ولا سجود. ويتصور السجود لترك إمامه لها، فإذا أخبره بعد سلام بأنه تركها أو كتب له أو كتب له الإمام يعني إني تركتها أو سمعه يقول اللهم صل على محمد السلام عليكم، سجد للسهو لجبر الخلل الذي تطرق إلى صلاته من صلاة إمامه. فبيقول هنا وسننها بعد الدخول فيها شيئا، التشهد الأول والمطلوب فيه ما يجب في الأخير، ولا يندب بعد الصلاة بعده الصلاة على الآل، لا يندب في التشهد الأول الصلاة على الآل يعني صلي على النبي بس ويقوم بقى، بل قيل بكراهتها فيه. ليه كراهتها فيه؟ لأن حيطول القعود وده أصلا ركن قصير فما يطولش القعود، يقوم على طول. وتكره الزيادة فيه لبنائه على التخفيف، وتكره الزيادة في التشهد الأوسط لبنائه على التخفيف، وبالتالي قالوا بكراهة الصلاة على الآل فيه. ليه؟ لأنه مبني على التخفيف وإلا حيطول، إلا إن فرغ منه قبل الإمام،
افرض انت قلت التشاور الاوسط وصليت على النبي ولسه الامام قاعد، كمل بقى خلاص، ولا هتقعد ساكت؟ فيسن له الصلاه على الال وتوابعها، ان شاء الله يكمل التشاهد كله طالما الامام لسه ما قالش الله اكبر وقف. فهمت ازاي؟ والقنوت، ويكره اطاله القنوت كالتشهد. في ناس طبعا ايه زي الشيخ جبريل وبقت مشهوره في الزمان ده، يوقف في القنوت يدعي بالساعه ونص والساعه الا ربع لحد الناس تقعد تعيط من الم الوقوف، والناس تفتكر انهم بيعيطوا ايه من تاثرهم بالدعاء، وهو كلهم بيعيطوا عشان يخلص، اللي عنده ميعاد واللي تعبان واللي عايز يجدد وضوء واللي ظهره وجعه، وبعضهم بيعيط متاثر برضه يعني، بس انا شخصيا من اللي بيعيطوا وانا عايز اروح. فعلى اي حال ايه القنوت يدعي بجوامع الكلم، بس الحكايه مش عايزه ايه يعني كلام كتير، هي جوامع كلم حلو وما يخرجش يعني، ما يبقاش مثلا انت قريت الفاتحه والسوره في 5 دقائق وتقنط في ساعه، الصلاه ما تبقاش موزونه حتى. فهمت ازاي؟ الصلاه لازم يبقى فيها يعني القيام ده المفروض يبقى اطول اركان، مش كده برضو؟ وبعدين كان مع الباقي كله، او يبقى مثلا القيام قد السجود وقد الركوع، لكن القيام الركوع ركن قصير، السجود الاوسط التشهد الاوسط ركن قصير، الجلوس بين السجدتين ركن قصير، القنوت ركن قصير. فهمت ازاي؟ فما عشان ما يخلش بوزنة الصلاة، الصلاة نفسها ليها وزن. عايز بقى يطيل في الدعاء زي ما عايز، يقنط وينهي الصلاة، وبعدين وهو قاعد بعد ما يسلم بقى يقعد ان شاء الله للفجر يدعي، ما يجراش حاجة. اللي عايز يقعد معاه يقعد، واللي عايز يروح يروح، الحكاية بقت سهلة، لكن الصلاة بقت موزونة. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده بيقول لك ويكره إطالة القنوت كالتشهد الأول، لكن يستحب له الجمع بين قنوت النبي صلى الله عليه وسلم وسيذكره الشارح، وبين قنوت عمر كما في شرح الرملي، وفي بعض العبارات قنوت ابن عمر، ولا مانع من صحة نسبته لكل من عمر وابنه، وهو يعني زي يجمع عندنا، يستحب انه يجمع بين قنوت النبي اللي هو لما هدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت الى اخره، يجمع معاه اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفد اي نسرع، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، ان عذابك الجد بالكفار ملحق، بكسر الحاء على ايه؟ على المشهور يعني، اي لاحق بهم، ويجوز تقول ملحق ويجوز فتحها لان الله الحقه بهم، اللهم عذب الكفره والمشركين اعداءك اعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ويقاتلون اولياءك، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم اصلح ذات بينهم والف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الايمان والحكمه وثبتهم على مله رسولك، واوزعهم اي الهمهم ان يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منهم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فإن جمع بينهما فالأفضل تقديم قنوت النبي صلى الله عليه وسلم، وإن اقتصر فليقتصر عليه اللي هو قنوت النبي، واستحباب الجمع في حق المنفرد وإمام قوم محصورين راضين بالتطويل ليسوا أجراء ولا أرقاء ولا متزوجات. يعني لو كان هيجمع يبقى يجمع الإمام، لو هيجمع كله يبقى يجمع وهو منفرد عشان ما يحبسش حد وراه. طب ولو كان إمام ما يجمعش عشان ما يطولش، إلا لو كان إمام قوم محصورين عارفهم وراضين بالتطويل وما يكونش فيهم أرقاء يعني عبيد، لأنهم بيبقوا مسؤولين عايز يصلي بسرعة ويروح يخدم سيده، هيضرب هيجي يطول معاك هنا الصلاة، سيده يقول له كنت فين، يقول له بصلي الصبح خلف الدكتور يسر، يرزعوا عليه يقول له ما تصليش ورا تاني. ولو ست برضه مزوجة وسايبة ابنها عايز يوقوق وعايز يرضع، وبعدين تيجي تصلي ورا الدكتور يسر ويطول، يجي جوزها يتخانق معاه ما يخليهاش تروح تصلي تاني عشان ثابت الواد قاعد بيعيط وصح الجيران، مش كده برضه؟ يعني ما يطولش لو كان في متزوجات، في أرقاء، في ناس كبار عجزة،
او في مسجد بابه مفتوح، لانه قد يدخل فيهم من ليس منهم. انما لو بيصلي بناس محصوره، يعني محبوسين في حته في زنزانه، او في معسكر في الجيش، او في مستشفى وقاعدين مع بعض اطباء، او في مصنع وعارفين بعض وما وراهمش حاجه وعارفين وبيرضوا بالتطويل، دي اسمها جماعه محصوره، له ان يجمع بقى ويطول، لان دي جماعه محصوره معروف. فهمت بقى المساله؟ عند في وجع عندنا لو طول قوي 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 قد يبطلها، في وجع عندنا في الفرض والنافله، ما هو ما يبطل الفريضه يبطل النافله برضه. لا، لكن على اي حال ما احنا ما بنفتيش بهذا الوجه، علشان ادام في وجه تاني يصحح نقول صحيحه مع الكراهه، واخد بالك؟ يعني ما يعملش كده تاني. قوله في الصبح: ويستحب القنوت في كل صلاه في اعتدال الركعه الثانيه منها في اعتدال الركعه الاخيره منها النازلة. لنازلة. شفت بقى، أنا عندي في زيادة ألف. لنازلة نزلت، لكن لا يسن السجود لتركه لأنه ليس من الأبعاد. يعني لو كان هيقنط قنوت النوازل في الركعات كلها ونسيه، ما يسجدش للسهو في قنوت النازلة، لكن في قنوت الصبح ده يسجد للسهو لو نسيه، لانه ده مستمر معاه طول السنه، لكن النازله دي في حاجه مؤقته. فهمت ازاي؟ لكن لا يسن السجود لتركه لانه ليس من الابعاد. والنازله، انواع النازله ايه؟ كقحط وطاعون وعدو على المعتمد في الطاعون، لان في مشروعيته عند هيجانه خلافا، والاوجه طلبه، وان كان الموت به شهاده، قياسا على ما لو نزل بنا كفار فإنه يشرع القنوت. يعني في لبنان الوقت يشرع القنوت عندهم، في غزة يشرع القنوت عندهم. ابني ازاي؟ لأنها نازلة نزلت. في مصر لو احنا برضو حاسين بيهم يشرع القنوت عندنا، فلو جاء إمام حب يقنط تقنط معاه، لأنها نازلة نزلت بالمسلمين. وإن كان الموت بقتالهم شهادة برضو يشرع القنوت. وقد مكث صلى الله عليه وسلم يقنط شهرا يدعو على قاتلي أصحابه القراء في بئر معونة، ويقص بالعدو غيره، وسكت عن لفظ قنوت النازلة، وهو مشعر بأنه كقنوت الصبح، لكن الذي يظهر كما قال ابن حجر أنه يدعو في كل نازلة بما يناسبها، وهو حسن. ويسن رفع يديه في القنوت، يسن رفع يديه في القنوت، ويجعل بطنهما لجهة السماء عند طلب تحصيل الخير، وظهرهما كده يعني لها عند طلب رفع الشر، يعني وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، يبقى ايه؟ يقلب ايده، يعني المقصود حط عنا يعني. لكن لما تقول اهدنا فيمن هديت، تطلب تعمل ايه؟ ظهر ايدك، يبقى بطن ايدك للسماء. قنا واصرف عنا شر ما قضيت، روح ايه؟ لافف ايدك كده. وهكذا سائر الأدعية. في أي دعاء بقى كل الأدعية كده، يسن الأدعية اللي فيها طلب شيء تبقى بطن إيدك للسماء، في صرف إيه شيء تخلي ظهر إيدك للسماء. ولا يسن مسح الوجه عقب الدعاء في الصلاة. ليه؟ لأن لسه أنت الصلاة ما زال الدعاء، أنت لسه هتدعي في السجود، وهتدعي بعد التشهد، وهتدعي قبل التسليم. يبقى في قنوت الصبح بعد ما تخلص تروح منزل إيدك وتنزل ساجد، ما ترفعش بقى وتمسح ايدك ولا على صدرك ولا على ايه؟ ولا على وجهك. ليه؟ لان لسه لم ينتهي الدعاء، ما انت هتسجد وتدعي، هتقرا التشهد وتدعي. فهمت بقى ازاي؟ ولا يسن مسح الوجه عقب الدعاء في الصلاه، بل الاولى تركه بخلاف خارجها، بخلاف خارج الصلاه. فيسن مسح الوجه لا الصدر ولو خارجها، اي في اعتدال الركعه الثانيه منه، اي بعد سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وقيل بعدما شئت من شيء بعد، اللي هو تكملة الدعاء، اللي هو ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في ملء السماوات وملء الأرض وما شئت من شيء بعد، وبعدين يقول اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت. كويس؟ أو ممكن يقول بعد سمع الله لمن حمده على طول اللهم اهدنا في من هديت. قال الرملي: ويمكن حمل الثاني على المنفرد وإمام من مر، والأول على خلاف. ولو فعله في غير اعتدال الركعة الثانية
بنيته انه قنوط، في غير اعتدال الركعه الثانيه سجد للسهو، ومن ذلك ما لو فعله مع امامه المالكي قبل الركوع. المالكيه بيقنطوا في الصبح قبل الركوع سرا بعد القراءه، فلو واحد شافعي بيصلي ورا مالكي والامام المالكي بعد ما قرا قبل ما يركع وقف سرا كده وقعد يقول دعاء القنوط، وبعدين بعد كده يقول الله اكبر ويركع، فالشافعي قاعد يقول الدعاء ده وراه في سره برضه يسجد للسهو، لانه الشافعيه قنوطهم بعد الرفع من الركوع مش بعد عادي. ولو تركه يسجد الشافعي كده ما يسلمش ورا الامام اللي ما قنطش، يعني يسجد للسهو وبعدين يسلم، او يقنط وهو بيقول سمع الله لمن حمده. يعني الامام الحنفي ما بيقنطوش في الصبح، والحنابل لانهم يقنطوا في الوتر كل طول السنه، فبيقول سمع الله لمن حمد، الحنفي بقى مثلا ويقول ربنا لك الحمد حمدا كده، يقعد ينشغل في اي حاجه على ما يقول الله اكبر. يروح الشافعي يقول ايه؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيمن اعطيت، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. يبقى ليه حق لهم اهو، ويروح راكع، يبقى مش هيسجد للسهو لان قال فاهم؟ ها؟ لا انا بقول وهو بيقول سمع الله لمن حمد، الحمد لله من وراهم. ما بيراقبوناش لسه، ما بيراقبونا واحنا بنزور النبي، لاحسن نقول حاجه كده ولا كده، لكن لسه ما بيراقبوناش جوه الصلاه. ربنا يفرج الكرب عن الحرمين من سيطره الوهابيه، لانهم قيدوا الناس، فنسال الله ان يفرج الكرب عن الحرمين ويتركوا كده المذاهب كلها زي زمان بتدرس في الحرمين، كل مذاهب المسلمين تدرس في الحرمين طول عمر الدنيا كده، حتى سيطره الوهابيه منعوا كل راي يخالفه، واعتبروا كل من يخالفهم مبتدع وليس مسلم، واحلوا دماء المسلمين على انهم ليسوا مسلمين، شركوهم قالوا مشركين فاحلوا دماءهم. فنسال الله ان يسلمنا منهم ويسلمهم من انفسهم ويردهم للاسلام المعتدل ردا جميلا. ولو تركه امامه الحنفي اللي هو الحنفي بقى سجد للسهو، ولو فعله هو لتطرق الخلل من صلاتي اليه بخلاف ما لو اتى بي في محله وإن لم يعتقده، ولو لم يفعله هو فلا يسجد حينئذ. يعني لو هو أتى بالقنوط خلف إمامه الحنفي يبقى ما يسجدش، لكن لو ما أتاش بالقنوط يبقى يسجد هو. وهو لغة الدعاء قيل بخير وقيل مطلقا كما في الصلاة. وشرعا نقف عند قوله وشرعا يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحب وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وابتدأ كلماتك كلما ذكرك الكلمون ربعا في غافل. جزاكم الله.